تعالوا نروح نطمن على اخر الاجواء في فندق الاقامه من زميلنا بالمغرب كريم احمد، ونرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى. اتفضل يا كريم. كل التحيه ليك لكابتننا الكبير الكابتن ايمن شوقي، وكل التحيه ايضا لجمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. يعني على بركه الله وبمشيئه الله ان شاء الله النهارده يكون يوم عظيم على كل جمهورنا العظيم، على لاعبتنا، على مجلس الاداره، على الجهاز الفني. تحضيرات الحقيقه كانت مهمه جدا خلال 48 ساعه الماضيه استعدادا ل طبعا الادوار بقى اللي فاتت او الدور التمهيدي خلاص مش هنتكلم عليه. البطوله تبدا من هذه المباراه، مباراه مهمه جدا. فريق سياتل الحقيقه فريق مميز، يعني عنده سكواد رائع، القيمة التسويقية بتاعته مميزة جدا، الراجل مدعم بشكل كبير للمدير الفني ورئيس النادي. فيمكن هذه المباراة محتاجة مجهود كبير جدا من لاعبي النادي الأهلي، محتاجة تحضير أكبر وأكثر الحقيقة من الجهاز الفني اللي بيقوم بدور كبير جدا. ثقتنا كبيرة في مستر كولر الذي لا يخشى المواجهات الكبرى، يمكن ده أمر مهم جدا. الراجل بياخد مباراة بمباراة، يعني هي دي الطريقة وهو ده الفهم وهو ده الشغل الاحترافي. مباراة بتنتهي بتفكر في المباراة القادمة خطوة خطوة بمشيئة الله، تقدر توصل لمرحلة بعيدة جدا بالجهد الكبير وبالتحضير الأكثر من رائع هنا في بعثه النادي الاهلي الحقيقه، بدايه من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، الى ايضا كمان كل العاملين عمال الغرف خلع الملابس الحقيقه اللي بيقوموا بدور كبير جدا. الكل بيجتهد، الكل عارف دوره، فمشيئه الله ان شاء الله يكون كرم ربنا كبير النهارده ويستطيع النادي الاهلي اداء ونتيجه يسعد كل جمهور النادي الاهلي في تواجد جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي واشقائنا المغاربه اللي يمكن املنا كبير فيهم جدا، زي ما شفنا المباراه الاولى الافتتاحيه والكثافه الكبيره جدا في الحضور. بمشيئه الله في كل مباراه يكونوا متواجدين كالعاده، والعلاقات الطيبه رائعة جدا الحقيقة اللي احنا لمسناها من اول يوم متواجدين هنا في المغرب. بالتأكيد يا كابتن ايمن طبعا نطمن بقى كل جمهورنا على حالة اللاعبين، الاستعداد الاخيرة، تحركنا هنا من فندق الاقامة حتى الوصول الى ملعب ابن بطوطة. يعني عايز اقول لك كل التوقيتات الخاصة طبعا هي توقيتات المغرب، يعني 3:30 بتوقيت المغرب هتكون المحاضرة الفنية الاخيرة لمستر كولر هنا في فندق الاقامة، للتأكيد على كل الامور الخاصة بهذه المباراة، شد من ازر اللعيبة، تحفيزهم بشكل كبير. ايضا كمان يعني اللقطة اللي بتكون مهمة جدا وجود الكابتن محمود الخطيب عند الباص بيسلم على كل اللعيبة، بيوصل كلمات سريعة جدا مردودها الحقيقه بيكون كبير، وشفناها في المباراه الاولى. قلب وروح وتحدي كبير وشخصيه كبيره جدا شفناها في المباراه الاولى، نتيجه كبيره 3-0 في افتتاحيه كاس العالم للانديه، ده يدل على التركيز الكبير والتحضير الاكبر. فيا رب ان شاء الله يستمر النادي الاهلي في تركيزه الكبير خطوه بخطوه بمشيئه الله نقدر نوصل لبعيد جدا في هذه البطوله. التحرك هنا كابتن ايمن هيكون في الرابعه عصرا بتوقيت طنجة، يعني من فندق الاقامه حتى ملعب المباراه من 15 ل 18 دقيقه على نياص الفريق النادي الاهلي قبل انطلاق المباراه بساعه ونصف. جاهزيه لكل اللاعبين الحمد لله، اطمنا عليهم في تدريب الامس، كل عارف اهميه هذه المباراه. جمهور النادي الاهلي منتظر بشكل كبير جدا ظهور النادي الاهلي للمره الثانيه هنا في كاس العالم للانديه، اداء ونتيجه يا رب ان شاء الله بمشيئه الله تكون في صالح النادي الاهلي. طقس اكثر من رائع، الاجواء كلها طيبه جدا، ينقصنا ان شاء الله توفيق ربنا سبحانه وتعالى. ومش بعيد يا كابتن ايمن باقدام اللاعبين وبقلبهم وشخصيتهم بمشيئه الله تكون فرحه كبيره جدا جدا النهارده من خلالك بقى ومن خلال شاشه قناه النادي الاهلي ومن خلال كل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي.